زمان قلت البلاصة هذي، البلاصة هذي هاك تشوف كان طاع عليا وانا كنت لا قلت كيفاش راك. هذا وصلوا تاع من ريحو. الباب طاح عليه، الركام طاحت عليه، السقف طاح، الدخان في السماء، القرمود. طلعت كوبيت الغاز وطلعت هبطت، جبت معايا المصباح، ها هو راهو حوس على الابليسي. ما كانش، لقيت خطي العجوز مشى شع له باب النار تبكي. سقسيت قلت لها كش ما كاين الناس اللي راقده كذا، قالت لي غير انا والشاي بتاعها. عيطنا لي بومبيا، جاو خرجوا داوها للسبيطار. المهم الحاله اللي لقيناهم فيها واش نقول لك، الله لا يشوف فيها مؤمن. داري دوكا هاك كيما تشوف فيها، ربت طاح القرمود، طاح البلافو، اما راهي في السبيطار درجة الحروق تاعها الدرجة الثانية. الأول مع الصباح مع الأول قالنا الطبيب درجة أولى، وكي جا سبيسياليست قالنا درجة ثانية. نتمنى إن شاء الله من السلطات أنها تتخذ أي قرار تهد لنا حل في القريب العاجل، ما تخليناش هاك. رانا في فترة الشتاء، والشتاء راهو بارد، في أي لحظة قد تصب النو، يزيد الدمر واش يبقى. هذا اللي نتمناه من السلطات نتاعنا أنها تتخذ قرارات استعجالية، ما تخليناش.